النهارده هنعمل حاجه شويه مجانيني، وان انا هخلط كل الفاونديشنز اللي عندي على بعض. عايز اعرف شكلهم هيطلع ايه على بشرتي. هاي للجميع، عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم كويسين. لو لسه مش مشتركين في القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب من الزر اللي تحت الفيديو، وبعدها كمان تفعلوا العلامه بتاعه الجرس، وما تنسوش اللايك 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 اللايك. اعملوا لايك للفيديو لان ده بيساعدني ان التشانل تكبر اكتر. ودلوقتي انا جات لي فكره، انا عايزه اخلط كل الفاونديشنز اللي عندي على بعض واشوف شكلهم هيطلع ايه. فزي ما انتم شايفين انا اخذت كل الفاونديشنز اللي عندي دلوقتي، وصراحه ما لقيتش اي حاجه اخلط فيها غير دي. ودلوقتي هنجرب نخلط كل الفاونديشنز على بعض. انا هاخد من كل واحد حبه قليلين جدا لانه هو هيطلع في الاخر كتير. المهم ان احنا كده مفروض ان احنا حاطين كل ما يمكن اصرافه يعني في الفاونديشن، كل الكواليتي وكل الفلوس وكل التغطيه، مفروض ده يطلع ميكس ما بين كل ده. وانا الحقيقه مش عارفه ايه تاثيرهم هيبقى على بعض. يعني المشكله بقى ايه؟ ان واحد فاتح واحد غامق، بس مش عارفه ماله، مش عارفه هيطلعوا ازاي في الاخر. ده حرفيا هيطلع كتير جدا جدا جدا، ممكن اقعد استعملهم يومين مثلا لو ما نشفوش. هنحط جوفياس كمان، ده مفروض ان هو تخطيطه عاليه جدا. بورجوا مفروض ان هو بيدي جلو وتخطيطه خفيفه. فاونديشن ذا بودي شوب، وده غامق جدا عليا، بصوا الدرجه، بس هنحطه برضو. تشا، وده يعتبر ارخص حاجه معانا النهارده. احنا كده حاطين ايسنز على لوريال على فلورمار على ان واي اكس على كل الحاجات في بعضها. بصوا انا عايزه اوريكم النتيجه قبل ما اخلطهم. ودلوقتي بقى اللحظه الحاسمه، نخلط كل ده. شكل اللون هيظبط، شكل اللون هيظبط. بيتهيالي ان لونهم هيطلع ماشي عليا عادي يعني. بصوا كده تقريبا كلهم اختلطوا على بعض وبقوا حاجه واحده. يلا نجرب. لونه ماشي عليا، خلونا ندمج النص ده الاول ونسيب النص ده زي ما هو عشان نشوف الفرق. هل احنا مفروض ندمج كل الفاونديشنز بتاعتنا على بعضها؟ حاسه اللون كده درجتي، بس الاندر تون مش ماشي عليا، يعني حاسه ان هو لونه احمر قوي عليا. والتغطيه بتاعته دلوقتي بين الميديم والهاي كفر، بس على فكره شكله حلو، شكله حلو على البشره. النص اللي حطينا عليه خليط الفاونديشن، وده النص اللي ما حطيناش عليه حاجه. عارفين انا بفكر في ايه؟ ان انا دمجته بالفرشه دي، والفرشه دي بتسيب خطوط شويه، ومفيش خطوط في الفاونديشن، مش عارفه ده من ايه، بس والله انه حلو. طب تعالوا نحط الناحيه الثانيه بالبيوتي بلندر. دلوقتي هنحط كمان النص الثاني من البشره. وعلى فكره انا حاطه كتير لان هو كتير قوي هنا. يلا بقى نشوف البيوتي بلندر هتدمجه عامل ازاي. انا كده دمجت النص ده بالسبونج، بس انا حاسه ان النص التاني شكله احلى. ورغم ان في انواع فاونديشن كتير من اللي انا حطيتها هنا دول بيأكسدوا، ولا واحد اكسد، يعني الدرجه ما غمقتش. هل هم اتفاعلوا مع بعض مثلا فما بقوش بيأكسدوا؟ A few moments later. فهل ده معناه ان احنا مفروض ندمج الفاونديشن بتاعنا على بعضه؟ هبتدي اراجع نفسي في الامر الصراحه. انا دايما بشوف الميك اب ارتست بيدمجوا انواع فاونديشن كتير على بعضها، بس كنتش عارفه الصراحه ان النتيجه تطلع حلوه كده. طب ليه الشركات ما تدمجهمش اصلا من الاول ويعملوه فاونديشن واحد؟ دلوقتي بقى هعيد حتى على النص التاني بالبيوتي بلندر عشان تشيل خطوط الفرشه. احب اقول لكم ان انا حبيت نتيجته على بشرتي، يعني الخليط ده شكله كويس، لونه كويس، لان معظم الحاجات اللي انا حطيتها لونها قريب من بشرتي. يمكن بس لما اختلطوا على بعض كده الاندر تون شويه اتغير، او بقى مش ماشي عليا قوي او زي ما انا بحب. اني هاو هو شكله حلو، شكله كويس، التغطيه كويسه، ورغم ان احنا خلطنا انواع كتير على بعض، منها الغالي ومنها الرخيص، ولكنه باين فاونديشن سعره غالي. دي يمكن تكون هاك ان احنا لو مثلا رايحين مناسبه و ما عندناش فاونديشن غالي او يعني هاي اند، ممكن ندمج كل الفاونديشنز بتاعتنا ونحطها على بشرتنا. دي فكره توفيريه جات لي دلوقتي. تعالي الفيديو السريع ده خلص، وقولوا لي حابين ادمج ايه تاني في الميك اب، حتى في اي حاجه تانيه، ان واضح ان خلط الحاجات على بعض دي هتعجبني. وبس كده هيكون الفيديو بتاع النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تقولوا لي حابين اخلط ايه تاني على بعضه. وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.